رحبوا معي بنجم اشبيليا السابق ونجم اسود الاطلس والهلال حاليا ياسين. كيف يا صباح؟ بخير الحمد لله. ياسين، نادي الهلال دائما ما يتمتع بحراس كبار، وجاهم حارس كبير اليوم. ايش توجه لهذه الجماهير اللي جاءت الحضور من جهتك اليوم؟ صراحه احساس كبير نشوف الجو هذا والجماهير كبيره. ان شاء الله نتوفقوا ونكتبوا تاريخ ان شاء الله مع نادي الهلال ومع الجمهور الرائع. تحيه لكم وديما هلال.